السلام عليكم. أمر عظيم أيها الكرام الفضلاء، وسنة عظيمة ربما ينساها كثير من الناس. روى الطبراني والحاكم في المستدرك وحسنه الألباني في صحيح الجامع عن ابن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو العاص، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يعني يبلى. فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وعند ابن أبي شيبة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: اللهم لا تنزع مني الإيمان كما أعطيتني، اللهم لا تنزع مني الإيمان كما أعطيتني. إذن يا إخوان، دائما علينا نسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم وخير دعوانا الحمد لله رب العالمين.